غتدخل هاد الشق اللي في الشجرة وغتبقى شهرين لداخل ما غاديش تخرج. طائر أبو قرن أو البوقير، حيت كتبغي الأنثى تعشش كطير لشي شق ديال الشجرة وكتدخل ليه وكتبدا تنتفر الريش ديالها، حيت من هنا لقدام ما غاديش يبقى صالح ليها، وكتبقى تسد الشق اللي دخلت فيه بالطين كيجيبوا ليها الذكر، حتى كضيق الفتحة وكيبقى غافش تخرج المنقار.